ورا مصنع الكراسي. جملة عادية جدا بس معناها وحش جدا، شتيمة يعني، بس مش شتيمة مصرية بس، لا ده احنا بعون الله خليناها شتيمة عالمية. ايه الحكاية؟ تعالوا نشوف. الحكاية بتبدأ عندنا هنا في مصر في الستينات، أيام ما قرر الرئيس جمال عبد الناصر أنه يعمل أكبر مصنع لصناعة الكراسي في مصر، واختار منطقة الوراق في إمبابة على النيل عشان يتبني فيها المصنع ده على مساحة 50 فدان، واتبنى المصنع واشتغل وكان زي الفل لحد ما جه الرئيس السادات وحصل الانفتاح بعد انتصار أكتوبر، وللأسف بدأ يقل دور المصنع وإنتاجه شوية بشوية لحد المصنع ما بقاش قادر على المنافسة العالمية. بعدها في عهد الرئيس مبارك ظهرت سياسة الخصخصة، وكان في محاولات لإنقاذ المصنع لكن للأسف ما نفعتش، وبدأ يتم مساومة العمال بالفلوس علشان يعملوا معاش مبكر. في عمال وافقت وفي عمال رفضت، لكن شوية بشوية كله استسلم للأمر الواقع واتقفل المصنع خالص تماما سنة 2012، وللأسف اتحول المصنع المهول ده لأرض كبيرة مهجورة على مساحة 50 فدان، وبقى مجرد مكان بيسكنه الحيوانات الضالة والمشردين، وبقى مكان مناسب لأي حد يعمل حاجات مش مظبوطة، ولا من شاف ولا من داري، وبقت سمعة المكان وحشة قوي، وأهالي الوراق وإمبابة طلعوها شتيمة لأي حاجة غير أخلاقية، يقولك ده ورا مصنع الكراسي. لحد ما أحمد مكي اختار علينا شخصية حزلقوه ابن ميار اللي ساكن في منطقة شعبية، وراح قايلها في فيلم قال ورا مصنع الكراسي. نطلع على مصنع كراسي. طب احنا ما ينفعش نطلع مصنع كراسي واحنا متجوزين؟ انت صح. وبكده بقت الجملة شتيمة مشهورة في مصر كلها. تمر الأيام ويجي ماتش كورة مهم جدا ما بين النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني، ويطلع واحد من مشجعين النادي الأهلي ويكتب لهم بالإنجليزي على صفحة البايرن We will take you behind the factory chairs. طبعا التعليق ده أخذ لايكات كتير جدا، وده خلى المسؤول عن صفحة البايرن يسأل هو في إيه يا جماعة؟ قصدكم إيه بالتعليق ده؟ فالمصريين شرحوا له المعنى. يوم يحصل إيه بقى؟ فريق البايرن يلعب فريق ألماني في ماتش مهم قوي، ويروحوا كاتبين لهم بالالماني على صفحتكم هناخدكم ورا مصنع الكراسي، هنقطعكم يعني. وبقت شتيمه عالميه. هم المصريين كده ما لهمش حل. نشوفكم في حلقه جديده وحكايه جديده وحكاوي المحروس.